الأخ أبو سكينة على هذه الكلمة القيمة. أما الآن مع فقرة المولد يتحفنا بها الأخ يوسف حسن العبيدان أبو حسين، فحفه بالصلاة على محمد وآل محمد. والنور نور الله جل جلاله، هو الدين والزيتون والشفع والوتر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي الله خزان علمه، ميامين في أبيات نزل الذكر، رسول الله صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولد سيدنا ومولانا أبو محمد العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني، وقيل في اليوم الرابع، وقيل في اليوم الثاني والثامن من، والمشهور هو ما ذكرناه أولا. وكان مولده عليه السلام في مدينة سامراء، وقيل في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت أمه لما وقعت في الطل، والبيت غد امتلأ نورا، والملائكة تصعد وتهبط حولي، ولا أشعر بوجع ولا ألم، بل أشعر بالراحة والخفة، وأشعر بالسرور والانشراح، وحولي باق النسوة كعمة الإمام وأخته. تقول عمة الإمام: فأخذتني فترة وأخذتها فترة. تقول سوسن: فإذا بي قد وضعت بولدي ساجدا أفضل الصلاة والسلام عليه. تقول سوسن: في الليلة التي ولد فيها ابني العسكري رأيت نورا شعشعاني في البيت الذي هي فيه لم يره غيرها، وكانت تشعر بالراحة والانشراح. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان طاهرا مطهرا مكحولا مختونا، فأخذته عمته حكيما
ولقته في ثوبة بيضاء من حرير الجنة، ودفعته إلى أبيه الإمام الهادي، فأخذه وكفله وبارك فيه، وأذن في يده اليمنى وأقام في اليسرى، وأعاده إلى عمته وقال احفظيه فإن له شأنا من الشأن، وإنه يخرج الله من صلبته حجته على البشر القائم المنتقى الإمام الثاني عشر الناقض عن الله سبحانه وتعالى فيما نهى وأمر. يا مستمعي النظام صلوا أول شيء أبتدي بسم الله
الورى غيث الورى
يا قلب عز الشجن الليلة ميلاد الحسن يا قلب عز الشجن الليلة ميلاد الحسن.